ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيستر فاطمة, how is everything? Did you teach me about the course of learning? Inshallah, for this month, you will continue memorizing Surah Al-Mursalat and confirming from Surah Al-Naba to Surah Al-Nas, Inshallah. Now I'm going to read for you Surah Al-Mursalat from ayah number 25 to ayah number 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. نمر الصبحين إن شاء الله for this month. السلام عليكم and have a lovely day. محمد رسول الله.